أصحاب الهمم العظيمة، إنني أشعر بالفخر والامتنان لمشاركتي معكم اليوم، لنستمد منكم الإرادة والعزيمة، ونستلهم القدرة على العطاء والحرص على العمل الدؤوب من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نصبو إليه ونحلم به جميعاً للأجيال القادمة بإذن الله. بالتحية العسكرية استقبلوهم، وبالسعادة والفرحة غمروهم. وده كان استقبال الكلية الحربية لأصحاب الهمم العظيمة، أبطال قادرون باختلاف، واللي شاركوا أخواتهم من طلبة الكلية الحربية يوم جميل هيفضل عايش في قلوبهم ووجدانهم. رجال الكلية الحربية قدموا عرض عسكري مبهر، وده خلى أبطال قادرون باختلاف يأدوا التحية العسكرية ليهم والعلم جمهورية مصر العربية بكل فخر واعتزاز. أبطالنا كمان شاركوا طلبة الكلية الحربية في كل نشاطاتهم ومعداتهم، وكمان في ميدان الفروسية فزوا كمان رماية بالبنادق في ميدان رماية الكلية الحربية، وكانت الفرحة الكبيرة بيهم في استاد الكلية الحربية. شكراً على اليوم الجميل ده، وشكراً الكلية الحربية، وربنا يحفظكم لمصر وينصركم إن شاء الله. أنا فخورة جدا النهاردة، يوم جميل جدا، والحمد لله يعني تشريف جميل جدا بصراحة، رائع جدا، وأنا مبسوطة جدا إن أنا في كلية الحربية النهاردة. جميلة جدا، أول مرة أزورها، فيعني إن شاء الله مش أول مرة ولا آخر مرة، إن شاء الله هزورها تاني. لو عايز أقول للأستاذ الريس كلنا بتحبك، وإن شاء الله نعمل حاجة جديدة. شكرا ما تكفيش، ونفسي أبقى معاك كل سنة أنا وحماصة. تحيا مصر تحيا، وعيونها تمل صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مصر.